ازاي تقدر تلف العالم كله وانت قاعد في مكانك بضغطة زر واحدة؟ تابعوا معايا. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ بص انا مش عارف فكرة فيديو النهاردة ممكن تفيدكم ولا لا، وبصراحة انا كنت متردد اني اعمل الفيديو ده، بس بصراحة ما قدرتش، لان الفكرة اللي هعرضها لكم في فيديو النهاردة عجبتني جدا جدا وقلت لازم اشاركها معاكم. بص انا هقولك الموضوع ببساطة شديدة. طبعا من اهم الامنيات اللي الانسان بيحبها وبيفضلها هي السفر، يعني مثلا الناس اللي موجودة في الدول العربية بيبقى فيهم ناس كتير قوي نفسها تسافر لدول اوروبا، والعكس طبعا الناس اللي تبقى موجودة في دول اوروبا بيبقى نفسها انها تسافر للدول العربية والافريقية. بس طبعا الموضوع ده بيبقى صعب جدا بالنسبة لناس كتير، لان السفر ده بيحتاج فلوس كتير وترتيبات كتير والموضوع ما بيبقاش سهل. بس بعد ما التكنولوجيا والانترنت سيطروا على حياتنا بشكل كبير بقى الموضوع سهل قوي، وبقى ممكن انك تلف في كل بلاد العالم وانت قاعد في مكانك بضغطة زر واحده، وهو ده تحديدا اللي هنشوفه مع بعض النهارده. فلو مهتم بالموضوع كمل معايا الفيديو ده للاخر علشان تعرف ممكن تعمل كده ازاي. وقبل ما نبدا، لو انت مش مشترك في القناه شرفنا بالاشتراك، انزل تحت اعمل لايك للفيديو، تعليقك الحلو، وما تنساش الشير، وبس كده يلا بينا. بص بقى يا سيدي، ركز معايا، الموضوع بسيط قوي. كل اللي انت هتعمله انك هتضغط على الرابط اللي موجود في اول تعليق، هيدخلك على الموقع ده. الموقع ده اسمه درايف اند ليسن، واللي من خلاله هتقدر تتجول في شوارع اي بلد في العالم وانت قاعد في مكانك بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. حاجه عظمه قوي بصراحه. طيب زي ما انتوا شايفين كده، احنا هنا بنتمشى بالعربيه في شوارع مدينه شيكاغو في الولايات المتحده الامريكيه، وممكن من الاختيار اللي على اليمين ده انك تسرع سرعه العربيه اللي بتتمشى في الشارع لمره ونص او مرتين. زي كده مثلا لو ضغطنا هتلاقي سرعه العربيه بقت اسرع من الاول بكتير زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. وممكن برضو من الاختيار ده اللي مكتوب عليه ستريت نويز انك تسمع صوت الناس اللي في الشارع اللي بتتمشى فيه. يعني لو ضغطنا على الاختيار ده كده وخليناه اون، هتقدر تسمع صوت الناس اللي ماشيه في الشارع او صوت الضوضاء بتاعه الشارع نفسه. ومن الاختيار ده هتقدر تسمع صوت اغاني الراديو اللي شغال في العربيه اللي انت بتتمشى بيها زي كده، تمام. ومن الاختيار اللي فوق ده تقدر تروح لاي بلد تانية انت عايزها زي ما انتوا شايفين كده، في هنا بلاد كتير قوي بالشكل ده. طيب ممكن مثلا نختار بلد تانية زي مدينه برلين في المانيا، هنضغط عليها كده. دلوقتي احنا بنتمشى في مدينه برلين في المانيا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، حاجه روعه وفي منتهى الجمال. طيب تعالى مثلا نشوف بلد تانية زي مثلا ريو دي جانيرو في البرازيل، هنضغط عليها كده. زي ما انتوا شايفين كده احنا بنتمشى في البرازيل بالعربيه في الشارع وشايفين المدينه كلها، وحاجه عظمه قوي وفي منتهى الجمال، وكفايه انك قاعد بتتفرج على كل بلاد العالم وانت قاعد في مكانك. وهي دي فكره فيديو النهارده بكل بساطه. وصلنا لنهايه الفيديو، وبشكر كل حد كمل معايا الفيديو ده للاخر، وما تنساش تدعمنا وتشترك في القناه من هنا، وهيظهر لك هنا فيديوهين اتفرج عليهم وان شاء الله يعجبوك، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.